يتمحور حديثنا تحت عنوان ثقافة التسليم للمعصوم بين المناشئ والآثار، والحديث حول هذا العنوان يتمحور أو يدور في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من ثقافة التسليم ومقوماته، والنقطة الثانية في بيان مناشئ ثقافة التسليم للمعصوم، والنقطة الثالثة في بيان أهم الآثار المحورية لثقافة التسليم. نأتي أولا لبيان النقطة الأولى، ما هو المقصود من التسليم؟ لماذا يجب على الإنسان المؤمن أن يسلم للمعصوم تسليما مطلقا؟ بمعنى ما هي الركائز الأساسية أو العناصر التي تبتني عليها ثقافة التسليم؟ في الحقيقة أنه يوجد ثلاثة عناصر أساسية تبتني عليها ثقافة التسليم. العنصر الأول من عناصر أو ركائز ثقافة التسليم للمعصوم هو عبارة عن الإذعان والإقرار بالقصور والإضمحلال أمام المعصوم، بمعنى أن الإنسان مهما كان له من العلم والمعرفة والعقل والإدراك، حتى يكون مسلما للمعصوم يجب أن يعيش حالة القصور، يستشعر حالة القصور والإضمحلال أمام المعصوم، وأن كل ما عنده من علم ومن معرفة لا يساوي قطرة في بحر المعصوم. لاحظ، وإذا لم يتحقق هذا العنصر فلا يمكن أن يتحقق عنوان ثقافة التسليم للمعصوم. ولهذا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أراد أن يستكمل الإيمان. لاحظ الإمام يقول لك أنت قد تكون مؤمن، ولكن حتى تتكامل تترقى في درجات إيمانك لابد وأن تكون هناك طرق تستكمل من خلالها حقيقة الإيمان. من أراد أن يستكمل الإيمان فليقل في كل أمر قولي في كل الأشياء قول آل محمد، ما أسروا وما أعلنوا، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني. يعني ماذا؟ هذه الرواية تبين أن الإنسان حتى يتكامل إيمانه يحتاج أن يربي نفسه على أن لا قول له ولا معرفة له ولا علم له إلا قول وعلم ومعرفة آل محمد. شوف، هذه حقيقة. إذن هذه ركيزة أولى. إذن الركيزة الأولى التي تبتني عليها ثقافة التسليم هو الإقرار والاعتراف بالقصور والإضمحلال أمام المعصوم. الركيزة الثانية من ركائز ثقافة التسليم للمعصوم هو عبارة عن الخضوع، الخضوع القلبي للمعصوم من خلال التسليم قلبيا لأوامره ومعارفه. كيف؟ لاحظ القرآن يبين هذه المسألة بشكل واضح وصريح: فلا وربك لا يؤمنون. التفت للآية، يعني أنه لا يتحقق إيمان ولا كمال إيمان إلا بماذا؟ إلا بما تبينه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بعد هنا الشاهد: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ماذا؟ تريد تقول الآية أنه لا يمكن أن يتحقق إيمان إذا وجد الإنسان في نفسه نحو من الشك والتردد في قول المعصوم ولو على مستوى القلب. لاحظ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني إذا صدر أمر من المعصوم أو أمر بأمر من الأمور وإنت وجدت في نفسك شيء ترددت أو شككت، هنا لا، فلتقرأ على إيمانك الفاتحة.
ملتفت إلى أهمية نقابة التسليم. زيد الشحام أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يثقل على الإمام الصادق، يقول له يا ابن رسول الله إن عندنا رجلا يقال له كليب، ولكن هذا الرجل كل ما يصدر ويرده عنكم يسلم له، أي حديث يسمع عنكم أو حادثة يقول أنا أسلم لما جاء عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فسميناه كليب تسليم لكثرة ما يسلم، يعني تسليمه لحديث آل محمد. فقال الإمام الصادق رحمه الله ثم قال: أو تدرون ما التسليم؟ فقلنا: نتعلم منك يا ابن رسول الله. قال: التسليم هو الإخبات، وذلك لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا لربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإخبات هو الإذعان والخضوع القلبي، لاحظ. إذن الركيزة الثانية من ركائز ثقافة التسليم هو ماذا؟ أن يعيش الإنسان حالة الإذعان القلبي لكل ما يصدر عن المعصوم من أوامر ومعارف. الركيزة الثالثة من ركائز ثقافة التسليم هو عبارة عن الإنقياد. ما هو الإنقياد؟ إنقياد تبينه الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور أحد أجلاء أصحاب الأئمة. عبد الله بن أبي يعفور يبين هذه حقيقة الإنقياد. يوم من الأيام في حديث جميل مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فالتفت للإمام قال: مولاي لو قسمت رمانة نصفين. التفت شنو معنى الإنقياد؟ هذه الرواية تبين حقيقته. قال: لو قسمت رمانة نصفين وقلت هذا النصف حلال وهذا النصف حرام لشهدت وسلمت بأن هذا الذي أحللته حلال والذي حرمته حرام. فقال له الإمام رحمك الله، لاحظ، هذا معناه ماذا؟ يريد يقول بأن الإنقياد حتى تعيش ثقافة التسليم لا يصح لك أن تناقش المعصوم أو ترد ولو على مستوى القلب، يصير عندك تردد أو شك. إذن ثقافة التسليم تبتني على ركائز وعناصر رئيسية ثلاثة، وهي الإقرار والاعتراف بالقصور والإضمحلال أمام المعصوم. ثانيا هو عبارة عن الإنقياد القلبي لما يصدر عن المعصوم، أو التسليم القلبي لما يصدر عن المعصوم. والثالث هو الإنقياد. بعد بيان هذه النقطة نأتي لبيان النقطة الثانية من حديثنا، وهي مناشئ ثقافة التسليم. من أين تنشأ ثقافة التسليم؟ ما هو منشأ ثقافة التسليم؟ يعني لماذا يجب على الإنسان المؤمن أن يسلم لكل ما يصدر عن المعصوم؟ ما هي مناشئ ثقافة التسليم؟ ثقافة التسليم لها مناشئ رئيسية ثلاثة. المنشأ الأول من مناشئ ثقافة التسليم هو الاعتقاد بالعلم الإلهي الخاص عند المعصوم، بمعنى أن المعصوم عندما يخبر، عندما ينطق، عندما يحدث، حديثه عن ماذا؟ عن الله عز وجل. يعني أن كل ما يخبر عنه الإمام هو علم الله، بمعنى أنه معدن علم الله، مظهر علم الله، لاحظ. بالتالي بما أن الإمام عندما ينطق، عندما يخبر، يخبر عن الله، هذا يستلزم ماذا؟ وجوب التسليم المطلق لما يصدر عنه. هذه الركيزة الأولى أو المنشأ الأول لثقافة التسليم. لماذا نسلم؟ لأن المعصوم يخبر عن الله، فبما أنه يخبر عن الله هذا يكون سبب إلى أن ماذا؟ نسلم لكل ما يصدر عنه، لأنه وما ينطق
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني لثقافة التسليم هو عبارة عن العصمة المطلقة. شنو العصمة المطلقة؟ لاحظ القرآن يبين هذه الحقيقة أيضا بشكل واضح. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. سؤال: طاعة الله تجب على الإنسان فقط في شيء دون شيء أو في كل الأشياء؟ الله لما يأمر بشيء يجب علينا أن ننقاد ونسلم له ونطيعه فقط في شيء دون شيء أو في كل الأشياء؟ طبعا في كل الأشياء. لماذا؟ لأنه الله عز وجل. هذه الطاعة يسمونها طاعة مطلقة، إذا أمر الله بشيء يجب أن تسلم وتنقاد. وكذلك نفس هذه الطاعة أعطاها الله للنبي والمعصوم، فطاعة النبي والمعصوم طاعة ماذا؟ مطلقة، كطاعة الله عز وجل. إذن فالطاعة المطلقة تستلزم ماذا؟ العصمة المطلقة. إذ لو لم يكن معصوما في كل أحواله لقيدت الآية الطاعة بزمان بحالات، ولكن الآية ما قيدت، قالت أطيع الله وأطيع الرسول في أي حالات، ما قيدت. معنى ذلك ماذا؟ أن هناك عصمة مطلقة، والعصمة المطلقة تستلزم ماذا؟ التسليم المطلق. هناك ثلاثي مترابط، يعني أن طاعة الله وطاعة النبي طاعة مطلقة، هذا يستلزم بأن عصمته عصمة مطلقة، ولازم ذلك أنه يجب التسليم له تسليما مطلقا. هذا المنشأ الثاني من مناشئ ثقافة التسليم. المنشأ الثالث من مناشئ ثقافة التسليم للمعصوم هو عبارة عن الإمامة المطلقة. لاحظ القرآن يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. سؤال: أن هذه الإمامة التي أعطيت لهم هل هي إمامة في الفقه أو إمامة في العقائد أو إمامة في الأمور الحياتية؟ ما هي؟ الآية أطلقت جعلناهم أئمة في ماذا؟ بما أن الآية أطلقت ما قيدت، هذه تفيد الإمامة المطلقة في كل شيء وعلى كل شيء. إمامتهم على الجن، على الملائكة، على البشر، وفي كل شيء، لأن إمامتهم مطلقة. فالإمامة المطلقة لهم تستلزم ماذا؟ تستلزم الائتمام المطلق، أن أكون مأموما لهم في كل شيء. وهذه مناشئ، من هنا تنشأ مسألة ثقافة التسليم للمعصوم. إذن مناشئ ثقافة التسليم لها ثلاثة عناصر. العنصر الأول العلم الإلهي الخاص، حيث أنه يعتبر خزينة علم الله، أو خزان علم الله. بعد ثانيا العصمة المطلقة، وثالثا الإمامة المطلقة. ولهذا من يحاول أن يشكك في ثقافة التسليم أو يشكل، يقول أنا من حقي أن أناقش المعصوم، من حقي أن أقول للمعصوم لما فعلت كذا، لما سكت هنا، ولماذا تحركت هنا، ولماذا كنت كالأموات هنا. الذي ناقش المعصوم أعرف بأنه عند خلل في هذه المناشئ، إما عند خلل في العلم الإلهي الخاص للمعصوم، وإما عند خلل في العصمة المطلقة للمعصوم، وإما أنه عند خلل في ماذا؟ في الإمامة المطلقة للمعصوم. ومن هنا نجيب على إشكالية تعارض ثقافة التسليم مع العقل. كيف؟ وبعضهم يجي يشكل هذا الإشكال حتى من نفس المذهب، يقول لماذا تربون أبناءكم في مذهبكم على ثقافة التسليم المطلق لما يصدر عن المعصوم؟ لماذا؟
ألا يعتبر التسليم وثقافة التسليم إلغاء لدور العقل الذي كرم الله عز وجل به الإنسان؟ إذا نسلم للمعصوم في كل شيء ما هو دور العقل؟ ألا يتعارض التسليم مع دور العقل؟ الجواب: لا يوجد تعارض ولا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن التسليم للعقل أو التسليم للمعصوم هي ثقافة عقلية. التفت شغو، التسليم للمعصوم ثقافة ماذا؟ عقلية. كيف ثقافة عقلية؟ لأن العقل بطبيعته بحسب تكوينه يشعر بأن كل عاقل بأن عقله محدود، عقله قاصر، لا يستطيع أن يحيط بكل الحقائق، صحيح أو لا؟ كل عاقل يدرك هذا، مهما يكون من علم عند عقله يبقى محدود. من جهة فعقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك ويحيط بكل الحقائق في الكون، من جهة. ومن جهة أخرى أن الذي أوجد هذا الإنسان نفس العقل يعترف بأن الذي أوجدني له هذه القدرة والإحاطة، فبما أن الذي أوجدني له هذه الإحاطة عقلي يقول يجب أن أسلم له. إذن ثقافة التسليم لا تتنافى مع ماذا؟ مع العقل، لأن التسليم ثقافة عقلي بمنطق العقلاء. خو أنت الآن من تصاب بمرض وين تروح؟ تجي إلى الطبيب المختص العارف بهذا المرض، غير خو إذا قضى هذا الطبيب بالدواء الفلاني واقتضى أن هذا الطبيب قرر في علاجك أن تقطع إيدك، ما إلك علاج إلا هاي، تسلم لو ما تسلم؟ تسلم. ليش؟ ما عندك عقل. عندك عقل، ولكن بحكم أن هذا الطبيب عارف بهذا العلاج ولا يوجد علاج إلا ما يقرره هذا المختص، بالتالي ماذا؟ أنت تسلم مو معناته تلغى. هو بمنطق العقلاء يقول لك يجب أن تسلم لأن هذا أهل الاختصاص. كذلك المعصوم، كذلك النبي. ليش أسلم له؟ هذا مو معناته إلغاء لعقلي، أسلم له لأنه العارف من قبل الله بكل ما يصلحني وما يفسدني. إذن بعد بيان هذه النقطة عرفنا مناشئ ثقافة التسليم، نأتي للنقطة الثالثة من حديثنا وهي بيان الآثار والنتائج لثقافة التسليم. ما هي الآثار والنتائج في واقعنا حتى ندخل للإمام الجواد بشكل مختصر؟ ما هي الآثار والنتائج لثقافة التسليم؟ لماذا القرآن والروايات تركز دائما على ثقافة التسليم للمعصوم؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد حتى يسلموا ويسلموا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. دائما القرآن يركز على ثقافة التسليم للمعصوم. ما هي الآثار، ما هي النتائج لثقافة التسليم؟ حقيقة أنه توجد جملة من النتائج والآثار لثقافة التسليم، ولكن من أهم الآثار التي تترتب على ثقافة التسليم هو ماذا؟ هو الإعداد للظهور المهدوي المقدس. لأن الإعداد للظهور المهدوي يتطلب ماذا؟ إعداد النفس على التسليم لما يصدر عندما يخرج صاحب الأمر. ملتفت؟ إمام صاحب الأمر عندما يخرج يقوم بدور عالمي، هذا الدور ملء الأرض قسطا وإقامة الحق والعدل، يملأها قسطا وعدلا. هذا يتطلب ماذا؟ يتطلب جنود مسلمين طائعين. وانت تقرأ في الرواية، الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ماذا تقول؟ أعظم الفرج أو أفضل العبادة انتظار الفرج، وانتظار الفرج من أعظم الفرج. سؤال: كيف أنا أستطيع أن أكون متهيئاً ومنتظراً لذلك اليوم الموعود؟ واحدة من ركائز الانتظار
هو ماذا؟ أن أربي نفسي إيمانيا وعقائديا للتسليم عندما يخرج صاحب الأمر. يعني باكر إذا خرج صاحب الأمر وشهر السيف وسفك الدماء وقطع الرؤوس، هل أسلم؟ أقول هذا حكم الله أو أعترض ملتفت؟ أقول لماذا لم يستخدم أسلوب التوجيه، أسلوب السلمي؟ شنو شغلك؟ هذا هو الإمام. ولهذا واحدة من أهمية ركائز الانتظار هو ثقافة التسليم، نربي أنفسنا على أن نسلم للمعصوم إذا خرج. تدري هذه واحدة من المشاكل التي واجهها أئمة أهل البيت عبر التاريخ، والتي سيواجهها صاحب الأمر هو هذا الابتلاء، هذا الانحراف عند الشيعة، ترى هذا الخلل في ثقافة التسليم، لا يسلمون. قلت لك هذه، قلت لك من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها الأئمة. تدروا واحدة من المشاكل التي واجهها الأئمة صلوات الله وسلامه عليه هو خلل فقدان ثقافة التسليم عبر التاريخ. كانوا الأئمة يعانون، ومن جملتهم الإمام الجواد. تعرف أنت في زمن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه صارت هناك عند بعض الشيعة نحو من الردة، لم يعتقد جملة من الشيعة الكبار ترى. ولهذا صارت إمامة الجواد من المسائل الامتحانية والابتلائية التي ابتلي بها حتى الشيعة، تدري لو لا؟ نعم، خصوصا وأن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو أول إمام تولى الإمام وهو في دور الصبا. كثير من الشيعة ما قبل إمام في دور الصبا يتولى الإمام وعمره 8-9 سنوات. كثير من الشيعة لم يعتقد بهذه العقيدة، عاشوا حالة انحراف. من هنا اضطر الإمام الجواد أن يستخدم جملة من الأساليب لإثبات إمامته وحجيته، تدرون أو لا؟ لأن هذه معاناة كان يعانيها الإمام الجواد باعتبار أنه أول إمام من أئمة أهل البيت الذين تولوا الإمام وهم في دور الصبا. أول إمام هو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الخلل الذي كانوا يعانون منه في زمن الإمام الجواد هو ثقافة، ما كانوا مسلمين. من هنا اضطر الإمام إلى استخدام جملة من الأساليب لإثبات إمامته وحجيته، نتيجة ذلك التردد والشك عند جملة من الشيعة. ومن جملة هذه الأساليب هو أسلوب الكرامات والمعاجز وأسلوب المناظرات العلمية. استطاع الإمام من خلال هذه الكرامات والمعاجز التي استخدمها أن يثبت عقيدة الشيعة في إمامته وإمامة أهل بيته. فمن جهة ثبت إمامة من خلال الكرامات والمعاجز وماذا والمناظرات العلمية، ومن جهة فتحت أعين السلطة العباسية على موقعيته، لأن بدأ يبرز الإمام. نتيجة هذه المعاجز خصوصا وأنه في دور الصبا تولى الإمامة، هذا نحو من الإعجاز مما جعل السلطة تلتفت إلى ذلك الدور المخيف للإمام الجواد، سياسيا اجتماعيا عقائديا مرجعيا. ولعل القضية التي أدت إلى تلك النهاية والتي عمل بعدها المعتصم العباسي على القضاء على الإمام الجواد هي هذه المناظرة المعروفة، قضية قطع يد السارق، سامعينها؟ قطع يد السارق التي استطاع الإمام من خلالها أن يثبت أن قطع يد السارق هي قطع لأشاج الأصابع دون راحة الكف. وعمل المعتصم برأي الإمام الجواد، لكن بدأ بعض القضاة يعملون ضد الإمام الجواد، ومن جملتهم قاضي قضاتهم وهو ابن أبي داود، دخل على المعتصم العباسي بعد هذه الحادثة فقال له: يا أمير المؤمنين، النصيحة النصيحة. قال: ما عندك؟
قال: أونظرت يا أمير المؤمنين لو أنك تركت رأي القضاة وأخذت برأي شاب يقول جملة من الناس بإمامته، ألا تخشى على سلطانك وكرسيك؟ تقاعد تقدم طفل إلى من العمر سنوات وتأخذ برأيك، قاعد تسوي تخلي الناس تلتفت إلى؟ تقول الرواية: وكان المعتصم واقفا فجلس على كرسيه فقال له: أحسنت النصيحة، أحسنت النصيحة. من هاي؟ لأن بدأ يبرز الإمام وبدأ يكون للإمام الجوار عليه السلام موقعية ورمزية اجتماعية على صغر سن. إعجاز ترى، إمام الجوار ما قال بشكل طبيعي. ومن هنا عمل المعتصم العباسي ليلا ونهار على أن يسقط موقعية الإمام الجواد من أعين الناس، وما قر له قرار إلا عندما دس إليه ذلك السم القاتل في مثل هذه الليلة. تدرون الإمام الجواد كم عمره؟ 25 سنة، يعني أصغر الأئمة.